أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان الوعاء النحاسي، وهي من القصص الخيالية المثيرة والمشوقة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا ما كان في قديم الزمان، وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. في إحدى البلدات القديمة والمطلة على شاطئ البحر، عاش شقيقان توأمان في عمر 35. أما الأول فيدعى محفوظ، وهو من تجار البلدة الذين أنعم الله عليهم ورزقهم المال الكثير والرزق الوفير. وأما الثاني فاسمه صالح، وهو بعكس أخيه كان يعاني ضيق الحال وقلة المال، وكان يعمل ساقيا للماء، حيث يحمل الماء من البئر أو النهر وينقله إلى داخل البلدة ليملأ منه الناس فيشربون ويسقون أنعامهم وأشجارهم مقابل أجر زهيد يعيل به أسرته المكونة من 5 أطفال مع أمهم. وعلى الرغم من ضيق الحال كان صالح راضيا بما يحصل عليه، قانعا بما قسمه الله له من رزق وخير. وبعكس محفوظ فقد كان يجني أموالا طائلة من تجارته الممتدة إلى البلدان المجاورة ولا يقنع، ويظل يطمع بالمزيد مهما كثرت ثروته وزادت أمواله. كانت الأيام تسير على ما يرام في بيت صالح، فهو يخرج في الصباح إلى عمله فيجمع 2 دنانير يشتري ببعضها طعاما ويدخر الآخر حتى يجمع ثمن إيجار البيت. واستمر على هذا الحال شاكرا الله على ما أنعم به عليه، رافضا أن يمد يده للناس، إلى أن جاء موسم جفاف فلم تسقط فيه الأمطار، ونفذ الماء من الآبار ولم تعد تجري الأنهار، وعم الجفاف في المنطقة كلها. وبعد هذا الحال جلس صالح حزينا مكسور الخاطر، فلم يعد يجد في جيبه دينارا واحدا يشتري فيه رغيف خبز ليشبع أطفاله الجياع. انتظر صالح نوم أطفاله، ثم نظر إلى زوجته الصابرة وقال لها: آه يا خديجة، لقد ضاقت الدنيا في وجهي ولم أعد أعرف كيف أتصرف. ربتت زوجته على كتفه وقالت تواسيه: لا تحزن يا زوجي، سيأتي الفرج قريبا، أما الآن فلا يوجد أمامك إلا أن تطلب المساعدة من أخيك محفوظ. اذهب، فربما حن الله قلبه وأعطاك ما تسد به جوع هذه الأفواه. نظر صالح إلى زوجته بحزن وضيق، فلم يكن اقتراحها صائبا هذه المرة، فهو يعرف بخله وطمعه، وجال في خطره أنه لو ذهب إليه ليطلب المساعدة فإنه سيرده خائبا، فقرر أن يحفظ ماء وجهه ولا يعرض نفسه للذل والهوان أمام أخيه. استمر حال صالح أياما عديدة، يخرج صباحا يبحث عن عمل، ثم يعود في آخر النهار خالي الوفاض، لا يحمل إلا خيبته وانكساره أمام أطفاله الجياع. ثم قال في نفسه: لأجل أبنائي سأتحمل وأريق ماء وجهي وأذهب إلى أخي، لعل وعسى أن يرق قلبه. وبالفعل خرج صالح ومشى باتجاه قصر أخيه محفوظ، وكان يمشي خطوة ويرجع خطوات إلى أن وصل بعد مدة طويلة. طرق باب القصر ووقف ينتظر خروج أخيه، ولما لم يخرج أعاد صالح طرق الباب مرة ثانية، وبعد فترة وجيزة فتح الباب فاستبشر صالح خيرا. ولما نظر وجد الخادم يقف أمامه قائلا بغلظة واضحة: ماذا تريد؟ قال صالح: هل أخبرت أخي محفوظ أني أريد مقابلته؟ غاب الخادم عدة دقائق ثم عاد وقال لصالح:
إن سيدي يخبرك أنه لا وقت لديه للمقابلة ولا مال عنده ليعطيه لأمثالك. اذهب واعمل واحصل على المال إن كنت تريده. وطرق الباب في وجهه. غادر صالح المكان منكسرا والدموع تنهمر من عينيه، إذ كيف يمكن لأخ أن يكون بهذه القسوة وهذا الجفاء؟ وندم أنه قد أقدم على هذه الخطوة والتي كان يعرف مسبقا نتيجتها، ولكنه نسي تماما أمر أخيه وعاد يفكر في أطفاله والذين لم يتذوقوا طعم الطعام منذ عدة أيام، ورفع رأسه إلى السماء يدعو الله، ثم واصل طريقه إلى بيته. بعد لحظات شعر صالح بالوهن ولم تعد قدماه قادرتان على حمله، فاتخذ زاوية في الشارع وجلس على الأرض، أمسك عصا صغيرة وبدأ يقلب بالتراب في حيرة، فوجد قطعة نقود بفئة 5 دنانير فأمسكها وهو يكاد يطير فرحا وأسرع إلى البيت. فتح الباب فاستقبلته زوجته وقد تملكها الرعب قائلة: يا صالح أرجوك أهرب من هنا، فقد جاء جنود الحاكم في طلبك. قال صالح متعجبا: جنود الحاكم؟ أتوا إلي، ولكن لماذا؟ ماذا فعلت؟ أجابته وهي تبكي: شكاك إليه صاحب البيت، فقد تراكم عليك دفع إيجار البيت 10 شهور قال صالح: وقد تراكمت عليه الهموم، حتى أنت يا أبا معروف لقد أنفقت على بيتك لترميمه 100 دنانير مقابل أن تصبر على دفع الإيجار. وضرب كفا بكف قائلا: لقد انعدم الخير من الناس. ثم تنبه إلى 5 دنانير وقال لزوجته: أحضري لي وعاء لأشتري لكم الطعام من بائع الفول قبل أن أذهب، أسرعي يا زوجتي. قامت خديجة مسرعة وأحضرت وعاء من النحاس وأعطته لزوجها طالبة منه أن يتوخى الحذر، فإن الجنود يتربصون به ليسجنوه. خرج صالح وهو يحمل ثقل الدنيا كلها على كاهله، واتجه ناحية سوق البلدة حيث توجد هذه العربة والتي تبيع الفول، وما كاد يصل إلى هناك حتى لمحه بعض جنود الحاكم وكانوا يبحثون عنه، فنادى عليه أحدهم، ولكن صالح دون أن يلتفت إليهم لاذ بالفرار. لحق أحد الجنود بصالح، ولكن صالح اختفى فجأة، اختفى عن الأنظار واختبأ في مكان ما. بحث الجندي عنه في كل مكان ولكن لم يجده، فغادر المكان. نظر صالح من مخبأه، وحينما اطمأن إلى أن المكان أصبح آمنا خرج وسار بحذر باتجاه البيت. طرق الباب وهو يلهث من شدة التعب، ففتحت زوجته خديجة الباب وقالت له: ادخل يا صالح. قال صالح: لا وقت لدي، الجنود يطاردونني ويجب أن أغادر هذه البلدة وبأقصى سرعة، ولكني قلق حول مصيركم، ماذا تفعلون بدوني؟ قالت خديجة وهي تبكي: لا تقلق يا صالح، سنذهب إلى بيت أبي وأنا متأكدة أنه لن يطردنا وسنكون بخير. قال صالح: حسنا يا زوجتي، سأغادر الآن وأعدكم أنني سأعود ولكن بحال أفضل إن شاء الله. ودع صالح زوجته وهو يحبس دموعه لكي لا تراها من جديد، وانطلق مسرعا بعيدا عن البلدة ولا يزال الوعاء النحاسي في يده. سار حتى وصل إلى شاطئ البحر وكان الوقت ليلا، فكر صالح أين ينام، ثم شاهد الميناء من بعيد فسار حتى وصل إليه، ثم فكر في أن يصعد على أحد المراكب ليقضي ليلته فيها، وبالفعل اختار مركبا صعد على ظهره متخفيا. كان الجو باردا جدا، فوضع هذا الوعاء على رأسه كالقبعة، ووضع فوقها شاله فأصبحت كالعمامة على رأسه، ثم غطى في نوم عميق. وفي الصباح عادت الحياة إلى الميناء وامتلأ بالمسافرين الذين
يريدون مغادرة البلاد إلى وجهات مختلفة. ركب المسافرون المركب ففوجئوا بشخص نائم على ظهره. أسرعوا لمنادات القبطان، والذي حضر وبدأ يوقظ هذا الرجل والذي غط في نوم عميق وكأنه لم ينم منذ أيام عديدة. وبعد محاولات حثيثة لإيقاظ صالح، فتح عينيه بصعوبة كأنه لا يريد أن يستيقظ أبدا. ثم رأى من حوله الناس يتجمعون، فوقف ثم قال بتلعثم: أعتذر على دخول المركب دون إذن، فقد ضاقت بالسبل ولم أجد مكانا أنام فيه سوى هذا المكان. أومأ القبطان برأسه وأشار إليه أن يغادر المكان، فقد حان وقت الانطلاق ولا مجال للتأخير. فكر صالح، فكر وفكر وقال في نفسه: إن هو غادر المركب وعاد إلى البلدة فإن مصيره السجن. لذا قال للقبطان متوسلا: أرجوك خذني بعيدا عن هذه البلدة. قال القبطان: ولكن السفر يحتاج إلى نقود، ثم إنك لا تعلم إلى أين نحن ذاهبون، فكيف إذن ستذهب معنا؟ هيا غادر المركب دون أن تضيع وقتنا وتعمل على تأخيرنا. بدأت الدموع تتجمع في عيني صالح وهو يتحسس جيبه مخرجا الدنانير الخمسة والتي وجدها في الطريق، ومدها إلى القبطان قائلا: هذا كل ما أملك، وأعلم أنها لا تكفي للسفر، ولكني أستطيع أن أقدم جميع الخدمات لكل المسافرين طوال الرحلة مقابل أن تأخذوني معكم. فكر القبطان قليلا ثم قال: حسنا، ولكن أنت لا تعرف وجهتنا، فإلى أين سنأخذك؟ قال صالح: إلى حيث تريدون، والمهم أن أغادر هذه البلدة. أومأ القبطان برأسه موافقا على عرض صالح، وأخبر الركاب أن يستعدوا للرحلة، وما هي إلا لحظات حتى كان هذا المركب يتهادى فوق الأمواج معلنا بدء الرحلة. سافر المركب بموج هادئ ورياح خفيفة، وكان جميع التجار على ظهر المركب سعداء بهدوء البحر. كان صالح يتنقل بينهم كالنحلة، يساعد هذا ويحضر الطعام لهذا وينظف المكان حول ذاك، والكل راض عن وجوده بينهم. كان التجار ينزلون إلى الموانئ يبيعون ويشترون، وصالح يقوم بحمل متاعهم وبضاعتهم من وإلى المركب، حيث يجدون عليه ببضعة دنانير. كان صالح يفرح بها أشد فرح ويضعها في جيبه إلى أن ادخر مبلغا جيدا من المال، وقال: حتى إذا ما عدت أدفعها إيجارا لصاحب البيت. استمر هذا المركب في رحلته من بلاد إلى أخرى ومن ميناء إلى آخر. وفي مساء أحد الأيام، بينما كان هذا المركب يتهادى فوق الموج، إذ هبت رياح قوية معلنة ببدء العاصفة. ارتفع الموج حتى أصبح بطول الجبال، ووسط هذه العاصفة القوية والموج العاتي بدأ المركب ينحرف عن مساره المعتاد ويتأرجح بشكل مخيف. كان البحارة يصرخون ويحاولون بكل قوتهم الحفاظ على توازنهم وحماية المركب وركابه، ولكن الرياح العاصفة استمرت تعوي بشدة والأمواج تتلاطم بقوة فوق السطح، مما زاد من حدة الخطر. استمرت العاصفة ولم يعد باستطاعة القبطان ولا البحارة السيطرة على المركب. كان التجار يرتعدون من هول العاصفة، وما كان بالإمكان إلا أن يرفعوا أكفهم ويدعوا الله أن ينجيهم من هذه المحنة. وبعد لحظات قليلة قذفت الأمواج على سطح المركب وتحمل معها ما تستطيع. كان صالح ما زال يتشبث بأحد الأعمدة ويحاول بكل ما أوتي من قوة الصمود أمام هذه الأمواج العاتية، إلا أن هذه الأمواج كانت قوية جدا، بحيث حملت صالح وبعض الصناديق والبراميل الخشبية لتلقيها في البحر الواسع.
كاد صالح أن يغرق في هذا البحر لولا أنه تمسك ببرميل خشبي كان بجانبه، وتمسك به بكل قوته لأنه يعرف أنه طوق نجاته إن كتبت له الحياة. وقد كان الأكثر حظا من بين ركاب المركب والذين ابتلعهم البحر فلم يعد لهم أثرا. ظل صالح على هذا الحال أياما متشبثا بهذا البرميل الخشبي يصارع الموج الذي تتقاذفه يمينا ويسارا. كان يعاني من البرد القارس والجوع الشديد، ولكنه يحاول جاهدا الاحتفاظ بما تبقى من قوته وعقله. وبعد أيام قذفت الأمواج صالح على شاطئ إحدى الجزر، فتح عينيه فوجد نفسه ملقا على الشاطئ. شكر ربه أن أوصله إلى بر الأمان دون أن يدرك في أي بلاد هو وما الذي ينتظره هناك. ظل صالح جالسا في مكانه بضع ساعات حتى استطاع استعادة جزءا من عافيته والتخلص من دوار البحر، ثم تحسس ملابسه فوجدها قد جفت تماما، فقام يمشي في الطريق، فقادته قدماه إلى غابة كثيفة الأشجار والتي تحمل ما لذ وطاب من الفاكهة. أخذ يقطف بعض الثمار ويأكلها حتى شبع، ثم اتجه إلى نبع ماء عذب فشرب منه حتى ارتوى، ثم جلس تحت أشعة الشمس يفكر فيما حدث وكيف أنه أكثر رفاقه حظا بنجاته من الغرق. ثم نظر حوله فلم يجد أثرا لأي إنسان، فكل ما حوله أشجار وزرع ومياه. قرر صالح أن يسير متجاوزا هذه الغابة لعله يجد أحدا يخبره في أي البلاد هو، فيعرف حينها ماذا عليه أن يفعل كي يعود إلى بلاده. وبينما هو في تفكيره سمع صوت أقدام تقترب شيئا فشيئا. التفت صالح ليرى من القادم، فخرج عليه من الغابة رجال يلبسون ثيابا غريبة ويحملون في أيديهم العصي والهروات، وقد كانت أشكالهم غريبة جدا لا يشبهون الناس الذين في بلاد صالح. ما إن رآهم صالح حتى شعر بالخوف الشديد وهب من مكانه ليهرب، ولكنهم لحقوا به وأمسكوه ثم قيدوه وأخذوه إلى ملكهم. وكان الملك ضخم الجثة، من يراه يجزم أنه ملك جبار لا رحمة عنده. وضع الرجال صالحا أمام الملك وغادروا بالحال. وقف الملك في مكانه ما إن رأى صالحا وصاح به بصوت غليظ، من أنت أيها الرجل وما الذي جاء بك إلى بلادنا؟ تراجع صالح خطوتين للوراء ونظر إن كان بإمكانه الهرب، ولكنه أدرك أنه لا مناص من المواجهة والإجابة على أسئلة الملك، وقال وهو يتلعثم من شدة الخوف وصوته يرتجف، كنت مسافرا على ظهر مركب فهبت عاصفة عاتية حملتني وقذفت بي إلى البحر، ولولا أنني تمكنت من التمسك ببرميل من الخشب لكنت فرقت الحياة. وبعد أيام قذفتني الأمواج إلى شاطئ بلادكم فنجوت بأعجوبة. فسأله الملك، مسافر على ظهر مركب، إذن أنت من التجار، فأين إذن الهدايا؟ إن من قوانين بلادنا أن من يدخل إليها يتوجب عليه إحضار الهدايا للملك وإلا يجب أن يموت. قال الملك ذلك وهو يمسك بسيفه الذي يبدو أطول منه. فكر صالح في طريقة للنجاة من هذه المصيبة الجديدة، ولكنه اعتقد أن نهايته قد حانت، إذ من أين له بهدية يهديها للملك الآن؟ بدأ يعصر دماغه بيديه كعادته حين يفكر، فتحسس جسما صلبا على رأسه، أمسكه فإذا به يجد الوعاء النحاسي الذي أخذه ليشتري به الطعام لأولاده، وقد وضعه على رأسه في بداية الرحلة ونسي أمره تماما. نظر صالح إلى الوعاء النحاسي الذي يحمله بين يديه، ثم خطرت له فكرة وقال لنفسه، دعني أجرب لن أخسر شيئا.
قام صالح بتقديم هذا الوعاء النحاسي إلى الملك قائلا: تفضل يا سيد الملك، هذه هديتك. أمسك الملك بالوعاء النحاسي، تفحصه، ثم وضعه على رأسه قائلا: هذا تاج عظيم. وصار يرقص فرحا لهذه الهدية الجميلة الغريبة. ثم التفت إلى صالح وقام بشكره على هديته الجميلة وقال له: أنت صديقي الحميم منذ هذه اللحظة، ووجب علي رد هديتك بهدية مثلها وأن أكرمك بالحال. تنفس صالح الصعداء ولم يصدق أن الوعاء النحاسي قد أعجب الملك وأنه نجا من الموت صدفة. ثم قال للملك: هذا واجبي يا سيدي، ولا داعي لرد الهدية، يكفي أن أعود إلى بلدتي. أشار الملك إلى صالح بالصمت وأمر رجاله أن يكرموا صالح، فغادروا المكان مسرعين وعادوا محملين بصناديق ممتلئة بالذهب والجواهر، وقدموها لصالح هدية له. وقال الملك معقبا على ذلك: هذه هدية متواضعة منا، وإن شئت أن تبقى بيننا زوجناك ما تشاء من فتيات البلدة. شكره صالح على هديته وعرضه وقال له: أشكرك يا سيد العظيم، ولكن كل ما أريده هو العودة إلى بلادي، فأنا لدي زوجة وأولاد في انتظاري. نظر إليه الملك بذهول وقال: هل تعود من أجل زوجة واحدة؟ وإن شئت زوجناك ما تشاء من النساء. قال صالح ليتخلص من هذه الورطة: عندما أعود في المرة القادمة سأحضر المزيد من الهدايا لسيد الملك وأتزوج من بلاده. أمر الملك رجاله بتجهيز غرفة في القصر لصالح يقضي فيها فترة الضيافة. وهكذا ظل صالح في قصر الملك أياما وسط الناس الذين أكرموا ضيافته وأغدقوا عليه بالمزيد من الجواهر والذهب. كان متشوقا لانتهاء هذه الأيام لحمل الذهب والعودة إلى بلاده ورؤية زوجته وأبنائه. ثم بعد أن انقضت المدة رافق رجال الملك صالحا حتى ميناء البلدة، وانتظروا مرور أحد المراكب الكبيرة لتجار معروفين، وأمروهم أن يأخذوا صالح معهم ويوصلوه إلى بلدته. وضع صالح صناديق الذهب والمجوهرات على ظهر المركب، وأوصى رجال الملك التجار أن يهتموا بصالح أشد اهتمام. وسار هذا المركب بهدوء حتى وصل ميناء بلدة صالح. نزل صالح من المركب حاملا هذه الصناديق المليئة بالذهب والمجوهرات، وكان أول مكان مر به قبل الذهاب إلى بيته دكان صاحب البيت. ووصل إلى هناك وأخرج بضعة قطع من الذهب وضرب بها على الطاولة عند هذا الرجل قائلا له: أعتقد أن هذه تعادل ثمن بيتك بأكمله، خذ ثمن الإيجار والباقي لك. ثم غادر المكان مسرعا تاركا الرجل بدهشة عظيمة. قام بالبحث عن كل شخص له دين عنده وقام بسداد جميع ديونه، ثم انطلق متوجها إلى بيت والد زوجته. كانت خديجة تجلس بين أطفالها النيام تبكي بحرقة على غياب زوجها كما تفعل كل ليلة منذ أن غادر البلدة، وتقول بصوت مكلوم حزين: يا ترى أين أنت الآن يا صالح؟ ألم يحن الوقت لعودتك؟ سمعت خديجة صوت طرقات خفيفة على نافذة غرفتها فشعرت بالخوف، إذ من هذا يطرق نافذتها في مثل هذا الوقت المتأخر؟ سارت ببطء حتى وصلت النافذة وقالت: من أنت؟ جاءها الصوت يقول: افتحي يا خديجة، أنا زوجك صالح. لم تصدق خديجة ما سمعت، ففتحت جزءا يسيرا من النافذة ونظرت، فظهر لها جزء من وجهه. حينها اطمأنت وهرعت إلى الباب لتفتحه. احتضنها صالح بحنان فأبعدته عنها ووقفت تتأمل ثيابه الفاخرة والتي كان يرتديها، وسألته: من أين لك هذه الثياب الفاخرة يا صالح؟ احذر،
أن تكون قد سرقتها. ثم نظرت إلى هذه الصناديق التي بحوزته، وقبل أن تسأل عنها وهو يضحك، وبدأ يروي لها ما حدث معه منذ اللحظة الأولى والتي غادر فيها البلدة حتى العودة، وهي مذهولة مما تسمع والعيون مندهشة. أخرج صالح من الصندوق كيسا صغيرا به بعض الذهب وأعطاه لخديجة لتسلمه لوالدها تعبيرا عن شكره له، ثم ناما استعدادا لذهابهما إلى قصرهما في صباح اليوم التالي. كان صالح قد اشترى القصر المقابل لقصر أخيه محفوظ، وقد كان أكثر جمالا من الآخر وأكبر حجما، وأمده بأعداد كبيرة من الخدم، وكانت ساحته كبيرة تنقسم جزءا منها إلى حديقة غناء تحتوي على أصناف الفواكه العديدة، والجزء الآخر جعله صالح حديقة ألعاب لأطفاله ليعوضهم عما عاشوه من حرمان. حل الصباح وأيقظ صالح زوجته وأطفاله، ودعوا جدهم ثم انطلقوا باتجاه القصر، وقد استقبلهم الخدم بترحيب وحبور، وانطلق الأطفال يلعبون في الحديقة، أما صالح وزوجته فكانا يتجولان في القصر الذي جاءهم بعد حرمان سنوات طويلة، شاكرين الله على رزقه. كان محفوظ يقف على إحدى نوافذ قصره عندما رأى أبناء شقيقه يلعبون في حديقة القصر المقابل لقصره، لم يصدق ما رأى وتساءل ما الذي جاء بهم إلى هنا، ثم نادى أحد الخدم وأمره أن يذهب فيستطلع الأمر. عاد الخادم بعد لحظات قليلة يخبره أن شقيقه صالح قد اشترى القصر الكبير بأكمله. قال محفوظ: أخي صالح الفقير الذي لا يجد ما يأكله يشتري قصرا هو الأكبر والأجمل في البلدة، أم أنه قد وقع على كنز وأنا لا أدري؟ ثم قام بسرعة وارتدى ثيابه وذهب إلى قصر أخيه ليعرف خبره المفاجئ. طرق الباب فاستقبله صالح أجمل استقبال وأحسن ضيافته، وأمر بمائدة لا تقدم إلا في قصور الملوك، فتناولا طعامهما معا. كان محفوظ ينظر إلى ما في القصر بحقد شديد، ثم نظر لأخيه وقال: من أين لك كل هذا يا صالح؟ ابتسم صالح وقص عليه القصة من بدايتها حتى نهايتها، ومحفوظ يستمع إليه بتعجب ودهشة شديدين، ثم غادر بعد ذلك وهو يضمر في نفسه أمرا ويحدث نفسه: إن كان صالح بهدية حقيرة لا تساوي 5 دنانير قد عاد بكل هذه الهدايا والذهب، فإنه سيعود بكل ما في تلك البلاد من ذهب ومجوهرات. وأخذ محفوظ يستفسر عن كل كبيرة وصغيرة حتى يتسنى له الذهاب والحصول على أكثر مما حصل أخوه المسكين. وغادر محفوظ بيت أخيه بعد أن شكره على صنيعه معه، وعيونه تلمع لفكرة لم تخطر على بال صالح، ولكن الأخير استوقفه وقال له: يا أخي، هل تفكر بالذهاب إلى تلك الجزيرة؟ فأومأ محفوظ برأسه وقال: نعم يا أخي. حاول أخوه بثنيه عن تلك المغامرة، وخاصة أنها خطرة جدا، وأنه لا يحتاج للأموال وهو من كبار الأغنياء، إلا أن محفوظ طمأنه بأنه سيخوض هذه المغامرة ويعود أغنى رجل في المدينة كلها. حزن صالح على أخيه، ولكنه كان يعرف الطمع الذي ينهش به، فودعه ودعا له بالنجاة من هذه الرحلة الخطرة. بدأ محفوظ يجهز نفسه للسفر، وجهز العديد من الهدايا، منها الثياب المطرزة والأقمشة الفاخرة والعديد من البضائع النفيسة للملك وزوجاته، واشترى مركبا كبيرا مع بحارته وقام بحمل البضائع فيه وانطلق في رحلته. وصل الخبر إلى صالح فضرب كفا بكف وقال: سامحك الله يا أخي، ما الذي ينقصك لتغامر وتسافر وسط خطر البحار؟
المال عندك مكدوس ويزيد يوما بعد يوم، ولكنه الطمع. لامته زوجته لأنه أخبر أخاه بما حدث معه، فقال لها: وهل أنا نادم على ذلك؟ سأخبر أي شخص يسألني عما حدث معي. يا زوجتي، أحبي لغيرك ما تحبيه لنفسك، ليدوم لك الخير، ولكل مجتهد نصيب. استمر محفوظ في إبحاره بمركبه، ولحسن حظه كان الجو معتدلا والأمواج هادئة، وكان يجلس في المركب مستمتعا بالمنظر الجميل والجو العليل، وكان يسرح بخياله في مقدار الهدايا والتي سيجنيها ويحصل عليها، وأنه سيغدو من أغنى الرجال في كل مملكته، وحتى من الملك بنفسه. كان يفكر دائما: إن كان لوعاء النحاسي كل هذا التأثير، فكيف سيكون تأثير هداياه على الملك؟ وجلس يتخيل نفسه وهو يغرق في الذهب والمجوهرات، ولا يشبع ولا يقنع. وأخيرا ظهر الشاطئ من بعيد، فاستعد محفوظ للنزول وحمل أمتعته والهدايا إلى أن رسى المركب في هذا الميناء. نزل محفوظ بسرعة ولهفة شديدتين، وأرسل بعض الرجال الذين يعملون في الميناء ليخبروا الملك بوصوله، فأرسل الملك جنوده ليحضروه إليه. أمر محفوظ جنود الملك بإفراغ حمولة المركب وحمل الهدايا، وسار معهم حتى وصل إلى القصر. دخل محفوظ القصر فرحب به الملك. قال محفوظ: يا سيد الملك، لقد جئتك بهدايا تليق بمكانتك العظيمة. ودخل الجنود يحملون الهدايا، فأخذ محفوظ بعرض الهدايا على الملك واحدة تلو الأخرى، والملك يصفق إعجابا مع كل هدية يراها، وهكذا حتى الهدية الأخيرة. فرح الملك بالهدايا فرحا شديدا، واحتضن محفوظ شاكرا له هذا الكرم، ثم أخبره أنه ضيفه المدة التي يشاء، وأمر رجاله بإعداد غرفة في القصر لمحفوظ ليبقى فيها. في هذه الأثناء اعتقد محفوظ أن كل خيرات البلاد وهداياها ستوضع أمامه قبل رحيله، وندم لأنه لم يحضر المزيد من الهدايا. كان محفوظ جشعا طامعا في كل خيرات هذه البلاد، وكان ينظر إلى القصر فيرى كل ما فيه مصنوع من الذهب الخالص والمجوهرات واللؤلؤ. وقضى محفوظ فترة الضيافة في قصر الملك، وكان اليوم التالي هو موعد رحيله إلى بلاده. وبهذه المناسبة أقام الملك احتفالا ضخما يشكر فيه محفوظ على ما قدمه له من هدايا، وقال وهو ينظر إلى محفوظ: لقد عقدت اجتماعا مع المستشارين، وبعد نقاش حاد قررت أن أهديك أثمن ما تملك هذه المدينة، ولولا أني أعجبت بك وبالهدايا التي أحضرت ما تخليت عن هذا الشيء. وأمسك بالوعاء النحاسي الذي اتخذه تاجا له، ويداه ترتجفان وكأنه لا يريد أن يفارقه، وخاصة أنه نظر إليه كثيرا وأخذ يتحسسه ويودعه. وفي النهاية قال: هذا تاج المملكة والذي أحب علي مما أملك، من الآن أصبح ملكا لك. واعرف يا محفوظ بأني لم أكن أنوي الاستغناء عنه، لولا أنك غمرتني بلطفك وهداياك، ومنذ اليوم أنت صديق لنا، وبإمكانك الحضور متى شئت أيها العزيز. نظر محفوظ إلى الوعاء النحاسي بذهول، وحاول أن يخبر الملك بأنه ليس بحاجة له، ولكن أحد المستشارين شعر بما يريد أن يفعله محفوظ، فهمس بأذنه وقال: إن رفضت هدية الملك فإنه سيغضب غضبا شديدا، وربما يقتلك. ارتعد محفوظ من الخوف، وأمسك بالوعاء النحاسي ووضعه على رأسه، ونظر إلى الملك بابتسامة مصطنعة وقال: شكرا جزيلا لك أيها الملك العظيم على هذه الهدية، ولكن الغضب والغيظ يملأان قلبه، ولكن ما العمل؟ وفي الحال ودع الملك
والدموع تنهمر من عينيه حزينا على حظه. فعانقه الملك بحرارة ظانا منه أنه يبكي لشدة تأثره من هديته وبأنه لا يطيق وداعه. وبعد ذلك اتجه إلى مركبه وهو يجر ذيول الخيبة والحزن، وأبحر بسرعة عائدا إلى بلاده، وقد ضاعت أحلامه بالحصول على الأموال والجواهر. وما إن ابتعد المركب عن الشاطئ حتى أمسك محفوظ بهذا الوعاء النحاسي ونظر إليه مليا وقال: ما أتعس حظي. وبلحظة غضب ألقى به في البحر وبدأ يبكي ويولول، وظل على هذا الحال حتى وصل إلى بلده كاسف البال، ودخل إلى بيته مهموما حزينا وقد أخبر زوجته عن حظه العاثر. وفي تلك اللحظات جاء صالح ليهنئ أخاه بالسلامة، حيث سمع بعودته سالما فنظر إليه محفوظ والحزن باديا على وجهه، وأخبره بكل ما حدث معه. فما كان من صالح إلا أن ضحك بصوت عال وهو لا يصدق ما يسمع من أخيه. وفي النهاية ربت صالح على كتف أخيه وقال: الحمد لله على سلامتك يا أخي، وتذكر دائما إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ومن ظن أن الرزق يأتي بحيلة فقد كذبته نفسه وهو آثم. وكما قال الشاعر: الرزق يأتي وإن لم يسع صاحبه حتما، ولكن شقاء المرء مكتوب، وفي القناعة كنز لا نفاذ له، وكل ما يملك الإنسان مسلوب. انتهت الحكاية.